لو الحكايه فيها ان فيتو في حاجه تحب الناس كلها وعايش بقليله وعايش بسيط، وانت زي ما انت شايفنا يا باشا ملناش حد ولا لينا ظهر، لينا ربنا بس وابني الكبير. بتطلب ايه يا حاج؟ بتطلب بالاقدام عشان النار تبرد شويه. انا مش عايزه ابني بس انا عايزه اقدام. وقاتل اتنين بقول لك قبل كده، يعني هو قاتل اتنين قبل كده، قاتل اتنين قبل كده يا ابني، عنده قواضي وسوابق، وعنده قواضي وسوابق وبيشتم امه وبيهزقها. اخوه عامل له محضر قبل كده ولا عاملين اخوه بقول لك عامل له محضر، والناس كلها اسال عليه قدام بقول لك هو وحش اصلا، وبيتعاطى مخدرات كل حاجه، بيتعاطى كل حاجه تتخيلها، بيقول لك بتاجر وبيتعاطى. هو ابنك بيشتغل ايه؟ ابني كان شغال في المرغني في محل الامن في ولاد رجب. وايه تاني؟ وبيغني مع يعني ابني كويس، سلوكه كويسه، اسال عليه بره. فنان يعني؟ مش اسال عليه بره. النهار شغال في الشركه وبالليل شغال في الفرقه بتاعته. يعني في الفرقه بتاعته اغاني واصحابه. يهمه انه يكون محبوب. اجيبهم لك محبوب. يهمه يكون محبوب عشان الناس تطلبه. والله ابني محبوب، انا دموعي خلصت على ابني. ابني حبيبي خدوه مني، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.